Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.